صوت العرب من القاهرة. بدون أدوية، معلومة طبية ووصفة صحية للأسرة العربية. روشتة مجانية لعيشة هنية. روشتة مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين. كل يوم معلومة جديدة وإضافة جديدة لحياتنا في شكل روشتة مجانية. روشتة بنقدمها لحضراتكم عشان نحمي نفسنا من أمراض كتير، وعشان نقلل المضاعفات والمخاطر لو عندنا أي أمراض أو مشاكل صحية. ومكملين حلقاتنا الجميلة مع الاستشاري المتميز دكتورة عزة نصر، أستاذ علاج الأورام ورئيس وحدة الوقاية والاكتشاف المبكر للأورام بالمعهد القومي للأورام. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور. احنا طبعا بنستغل وجود حضرتك، وحضرتك معروف أستاذ علاج إشعاعي. مظبوط. فعايزين بقى نصلح المعلومات المغلوطة ونفهم ايه هو الإشعاعي، وهل هو الشخص بيشاع، يعني في حاجات كتير على القصة ديت، يعني بنتسأل الأسئلة دي طبعا. تمام. فهو ايه العلاج الإشعاعي؟ العلاج الإشعاعي ده جزء مهم في علاج الأورام. احنا عارفين علاج الأورام يا اما بالجراحة او في علاج كيماوي او هرموني، وفي علاج إشعاعي طبعا. انا بقولش او لان الطرق الحديثة في العلاج دلوقتي بقت انها التلاتة مع بعض كومباين، زي ما بنقول ان هما بيكملوا بعض. العلاج الكيميائي بيتاخد او بالبق او بالحقن او كده، فبيمشي في الجسم كله، فبيعالج الورم، وكمان بيمنع بإذن ربنا انه ينتشر في حتت كتير. الإشعاع بقى ده علاج موضعي. يعني ايه علاج موضعي؟ يعني بيشتغل في الحتة اللي احنا بنديها. يعني لو الورم مثلا في الثدي بندي على الثدي. لو الورم في المستقيم او كده بندي على المستقيم. يعني علاج موجه فقط للمكان اللي فيه الورم. تمام. بيبقى ايه هدفه؟ بيبقى زي ما نقول بنركز على المكان اللي فيه الورم عشان نقتل الخلايا. الكيميائي يشتغل او الجراحة تشيل، واحنا نركز على المكان ده. لو هو بنديه بعد العملية بيبقى كتطهير لمكان العملية من اي خلايا سرطانية موجودة، علشان بإذن ربنا نمنع رجوع الورم في نفس المكان ده. بالتأكيد. لو ما عملش، لو المريض مش من ضمن بروتوكول العلاج عملية، بيبقى مثلا ان احنا ادينا له الكيماوي، نبتدي نركز على مكان الورم بحيث ان احنا نقضي على اي ورم لسه موجود من الكيماوي او مع الكيماوي. تمام. يعني زي ما نقول كده كأننا دخلنا بمشرط وشلنا الورم، بس بالإشعاع مش بالجراحة. طب والإشعاع ده عبارة عن إيه؟ يعني الإشعاع دي عبارة عن أشعة بس ليها طاقة قوية شوية. تمام. بحيث أنها تخترق الجسم وتوصل للمكان اللي فيه ورم وبتموت الخلايا السرطانية دي. تمام. وهل ممكن تتوجه، يعني أقصد تبقى مثلا ما تتأثرش على الجلد، هتوصل في حتة مثلا؟ العلاج الإشعاعي حصل فيه في السنين دي تطورات قوية جدا. تمام. بس كل هدف التطورات ايه؟ ان احنا نزود. طبعا الاشعة دي لما بتدخل الجسم هي اشعة ما بتفهمش ان دي خلية عادية وان دي خلية. بتركزش على الشطارة بقى او التطور في ان احنا نوجه الاشعاع ده للمكان اللي فيه الورم، وندي جرعة كبيرة للورم، ونقلل على قد ما نقدر تكتن عدم الأشعة للخلايا الطبيعية أو الأنسجة الطبيعية اللي حوالين الورم. تمام. يعني في طريقة تخلي الأشعة أو الإشعاع يركز وما يأثرش على اللي حواليه. يعني. كل هدفنا في التطورات اللي بتحصل في أجهزة العلاج الإشعاعي إن أكبر الجرعة العالية توصل للورم، لكن نحمي الأنسجة الطبيعية اللي حواليه. تمام. وده بالذات يعني مثلا لما يبقى ورم جنب العين أو جنب ورم جنب المثانة جنب المستقيم، يعني بنحمي الطبيعية اللي حوالين الورم. طب ده مهم. فطبعا كل الناس ممكن نسمع دلوقتي عن العلاج بالإشعاع المتغير الشدة اللي هو MRT، الأرك ثيرابي اللي هو اللي بيتحرك. يعني في حاجات كتيرة جدا. كمان في تطورات في ان احنا خلال ما المريض بياخد الجلسة وهو على الجهاز بنقدر نعمل زي صورة سريعة كده، نطمن ان كل اللي الحاجات اللي احنا عملناها، التكنولوجي اللي احنا عملناه للمريض ده متحقق على جلسة الإشعاع اللي هو بياخدها، يعني تبقى في منتهى الدقة. تمام. يبقى احنا ان شاء الله لنا حلقة بقى مهمة عن معلومات كتيرة صح وغلط عن العلاج الإشعاعي ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور. ياريت نكون أضفنا لحضراتكم ولحياتكم طعم جديد، طعم متلون بالبهجة
والعافية والصحة. ولو عندكم أي أسئلة أو اقتراحات أو معلومات ابعتوها على صفحة روشيتا على الفيسبوك أو تتصلوا برقم 011-0-8-2-0-2-4. روشيتا مجانية لعيشة هنية. روشيتا مع الدكتور وائل صفوت وسعدية حسين.